الإخوان المشاهدين متتبعي قناة مناظير بلادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان غتشوفوا معنا هذا المقطع، هذا الطريق اللي جاي من تاوريت في اتجاه حاسي بركان. هذه الإخوان القنطرة ديال طريق السيار اللي في اتجاه ديال وجدة، اتجاه وجدة فاس. الإخوان كما كتشوفوا معنا هذه راه هما فيها خط أصفر، راه بدات الإصلاح ديال هذا الطريق هذه اللي جاي من يعني من اتجاه ديال الناظور، يعني من سلوان عبر حاسي بركان اتجاه ديال تاوريرت. راهم غادين الاخوان تيصلحوا فيها، تيوسعوا واحد شويه، كيعاودوا لها التزفيت ديالها، تيكرطوا هذا، لانه كل الطريق هادي يعني الطريق يعني نقول واكله العصا، يعني كلها فيها يعني فيها يعني السكوز، فيها الحفاري شويه، فيها مشققه، كلها شقوق. والان الاخوان راهم تيعاودوا فيها. وتحيه لجميع متتبعي قناه مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه لجميع السائقين، تحيه لجميع متتبعي قناه مناظير بلادي. خليكم مسافرين معنا، خليكم شادين الطريق. حنا في اتجاه ديال حاسي بركان، خرجنا من اتجاه ديال طريق السيار وغادين في اتجاه ديال حاسي بركان. هذه اللي على اليسار ديالنا السكه الحديديه اللي غادي الاتجاه ديال الناظور. الاخوان المشاهدين غتشوفوا معنا حنا غادي ندوزو من هنايا على جنب واد ملويه، وتشوفوا معنا هذا المقطع هذا حتى الواد ملويه، حتى القنطره ديال الواد ملويه فين مشات الطريق اتجاه ديال ساكا، ويعني واتجاه ديال حاسي بركان. تشوفوا معنا حنا ندوزو جنب هذا الواد هذا، تشوفوا معنا شويه كاين عندهم شويه ديال المناطق الفلاحيه. وتحيه للجميع، وخليكم كملين معنا هذا المقطع هذا، ومن بعد ان شاء الله غتشوفوا معنا مقطع اخر ومقاطع هما غتشوفوا معنا حتى الاتجاه ديال سلوان. شوفوا معنا الطريق اللي تصلحات، والطريق اللي فيها الباقي فيها الاشغال، والطريق اللي كيصلحوا فيها. تحيه للجميع، وقناه مناظير بلادي ديما معكم في الجديد، ولما يكون شي مشروع اللي تحت لنا الفرصه كنوريو للاخوان المشاهدين. اخوان هذا الفيديو هذا راه تصور نهار 22 في شهر 1 2024. تحيه للجميع، وخليكم مكملين معنا الفيديو حتى نوصلوا واد ملويه، القنطره ديال واد ملويه. غنقطعوا القنطره ونكتفي بهذاك القدر، ومن بعد تشوفوا معنا ثاني الاشغال اللي كاينه من تقريبا من واد ملويه حتى الحاسي بركان. تحيه لجميع المشاهدين والمشاهدات، تحيه لجميع السائقين والسائقات. وما تنساوش الاخوان تابونوا معنا في القناه، اللي ما دايرش ابوني في القناه يدير ابوني في القناه، ودير الضغط على الجرس باش ديما يوصلوا الجديد. وما تنساوش مشاركه القناه، لايك، وما تنساوش الاعجاب فضلا وليس امرا. تحيه للجميع، وخليكم مسافرين، خليكم سارين معنا وتشوفوا معنا. اللهم بارك. هذه المنطقه شويه بعدا كاين تقريبا الواد ملويه، عندهم شويه السقا هنايا، وعندهم شويه الخضوره كما كتشوفوا، هذا شجر الزيتون، كاين الفصه، كاين المهم. الحمد لله على كل حال، هاد الدواوير هادو وهاد المنطقه هادي شويه عندهم شويه الفلاحه، الحمد لله والشكر لله اللي عندهم السقي هنايا. ونتمنى ربي يغيثنا بامطار الخير باش تعم الامطار الخير على جميع مناطق المملكه، لانه الاخوان حنا في هاد الساعه في حاجه ماسه للامطار الخير. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يسقينا الغيث. تحيه للجميع، وخليكم مكملين الطريق، خليكم مسافرين، تحيه لكم جميعا، وخليكم مع الفيديو حتى النهايه.
الإخوة المشاهدين تشوفوا معنا هذا واد زا، واد زا هي هذه القنطرة ديالو اللي غادي تشوفوا معنا هنايا. هذه القنطرة ديال واد زا، ربما كاين شي سد على النهر، هذا نهر زا أو واد زا هو هذا، أولا هذه المنطقة كتسقى من شي سد على واد ملوية كما كتشوفوا، مناطق خضراء والحمد لله، يعني راه كاين عندهم هنايا مناطق سقويه ولله الحمد. هاد الطريقه الاخوه اللي هنا على اليمين كتديكم لواحد واحد المنطقه تيقول لها تغريست، تغريست الاخوان. الى هنا الاخوان المشاهدين الكرام، هنايا في هذه قنطره على واد ملويه، مصب واد ملويه الاخوان راه كاين حدا راس الماء في اتجاه ديال البحر الابيض المتوسط. راس الماء راه معروف، كيقول لك كاب دولو ولا كيقول لك راس الماء، قريب للناظور الاخوان. هنا هذا مفترق الطرق، طريق كديكم ساكا والطريق كتكملوا بها الناظور.